تفاصيل أكثر تنضم إلينا كريمة السعيد مراسلة أورينت نيوز من حلب. أهلا بك كريمة. بداية نريد تفاصيل أكثر بخصوص الوضع الإنساني في ريف حلب الجنوبي والمصادر الميدانية التي تؤكد نزوح عدد كبير من الأهالي، يعني نحن نتحدث عن 75 ألف مدني عن قراهم. أهلا بكم ميرا. في الواقع الرقم أكثر من ذلك بكثير، إلا أن هذا هو الحد الأدنى المتوقع لعدد النازحين من جميع هذه القرى التي ذكرها التقرير. جميعها قرى تعتبر اليوم جبهات بالنسبة للأهالي، وهم يدفعون الضريبة الأكبر من هذه الجبهات. كل من قرى الزربة، العيس، الحاضر، الوضيحي، محيط جبل عسان، بلاس وغيرها، كلها أهداف مباشرة للغارات الجوية الروسية التي باتت تركز في الأيام القليلة الماضية على المستشفيات والنقاط الطبية بهدف إضعاف هذه المناطق طبيا وتهجير واقتلاع سكانها الأصليين إلى وجهات متعددة كما ذكرنا في التقرير. نعم، من المتوقع أن تشهد هذه المناطق حالات إنسانية صعبة على أبواب الشتاء وفي ظل غياب عمل هذه المنظمات أو المشافي الطبية وكل من تبقى يعمل من الفرق الدفاع المدني والمعدات والتجهيزات الطبية لا تفي بالغرض لكون الغارات الجوية الروسية لا تتوقف. لكن بالمقابل على الأرض هناك عجز من قبل قوات النظام في التقدم في هذه القرى وإحكام السيطرة عليها. يمكن اعتبار أن الجو للنظام ولكن الأرض لا تزال تحت سيطرة الثوار. نعم. طيب كريمة، أنت تحدثتي عن أن أعداد النازحين ربما أكثر من 75 ألف مدني، يعني إلى أين اتجه هؤلاء النازحون؟ يعني ما هي الجهة التي اتجهوا إليها؟ هم بالتحديد قد يتجهون إلى أماكن يعتقدون أنها أكثر أمانا كالريف الغربي، كقرى مثلا محيط منطقة الأتارب وكفرناها وريف إدلب المحرر، إلا أنه لا يوجد شيء مضمون يمكن أن يقدم أن يلجأ إليها هؤلاء المواطنين. البعض منهم اتجه لإنشاء أقبية تحت المباني السكنية. أيضا هناك بات في حلب مدارس تحت الأرض. أيضا هناك مستشفيات بدأت تخطط للعمل بشكل أقبية أو تحت الأرض تجنبا أو تحسبا لمزيد من التصعيد في هذه الغارات الجوية. البعض أيضا بدأ يتجه شرقا إلى قرى تنظيم خاضعة لتنظيم الدولة في الرقة تجنبا فقط لغارات الطيران الروسي. نعم. طيب كريمة، إذا ما انتقلنا إلى الجانب الميداني وتحديدا المعارك الدائرة في ريف حلب الجنوبي والغربي، هل من أي جديد هناك؟ هي جبهة كل يوم تزداد احتداما، كل يوم جديد هو يوم خسائر جديد بالنسبة للنظام. كل يوم هو خسائر ما لا يقل عن 5 دبابات وأيضا عدد من المعدات العسكرية كتدمير 4 دبابات في جبل عزان ومحيطه. أيضا في خان طومان هناك تدمير على الأقل 6 دبابات ومقتل طواقمها بالكامل وأسر 21 عنصر من قوات النظام. أيضا هناك جبهات محتدمة في الحاضر والوضيحي، جميعها قرى يستميت النظام للتقدم فيها، إلا أن الثوار ينجحون في كل يوم من صد هذا التقدم. لإطلاعنا على المزيد من الوضع الميداني في تلك المناطق معي أبو عبدو دعبول من الجبهة الشامية القائد العسكري. أرحب بك أخ أبو عبدو، لو تطلعنا على واقع قوات الثوار في هذه المناطق. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بالنسبة للريف الجنوبي هو تقدم عليه أنه بنقطة ضعيفة، تتفاجأ في العتاد اللي عندنا نحن بسيط هو بطيران الروسي، وبالنسبة لطيران الروسي ما راح يطلع له. اليوم الصبح 12 طيارة عم تقصف الريف الجنوبي من الزربة لخان طومان لعبطين للوضيحي. بالنسبة للوضيحي يمكن الشعب اغلبه يمكن ما يعرفش من منطقه الريف الجنوبي او المنطقه الوضيحي. الوضيحي ارض زراعيه مكشوفه، فلذلك نحن عم نقاتله مكشوفين، ينزل على الارض ينزل. نعم. طب لو تحدثنا عن الخسائر العسكريه في جبهه خان طومان والوضيحي. بالنسبه لجبهه خان طومان امبارح 6 دبابات، امبارح 6 دبابات واسر 21 عسكري جايين بالغلط، ما نعرفانين وين دي يروحوا وما نعرفانين وين جايين، ما نعرفانين 21، وبنفس الليلة 10 31 أسير. وبالنسبة دباب الشيلكة هي خسائر مبارحة ومدفع 57
وعربت فوزليكا، هاي خسائر امبارحة، وبيكاب محمل عليه 23 وعربت زيل محملة بالذخائر. أشكرك جزيل الشكر الأخ أبو عبدو. إليك ميرا، أود فقط الإشارة إلى أن مدينة حلب لا تزال صامدة حتى اضطر النظام في الفترة الأخيرة منذ الأمس وحتى اليوم إرسال طائرات لتوزيع مناشير ونشر مناشير على الأحياء التي لا تزال آهلة بالسكان. هذه المناشير تدعو الأهالي للمغادرة فورا، للاتجاه شرقا، لرمي السلاح، الابتعاد عن مقرات المسلحين، إلا أنها لا تعد أن تكون محض دعاية نفسية بهدف النيل من نفسية المواطنين الذين ما يزالون يقيمون في منازلهم وفي أحيائهم. أنا استطلعت هنا عدة آراء لمن تبقى في هذه الأحياء، جميعهم يرفضون المغادرة، يؤكدون ثقتهم بالفصائل الثورية ويطالبونهم بمزيد من التوحد. معي هنا أبو عمر بيطار، أحد مواطني مدينة حلب، ليحدثنا عن موقفه من هذه المناشير. أرحب بك العم أبو عمر، لو تحدثنا عن هذه المناشير ورأيك فيها. أهلا بك يا أختي. أنا الشيخ أبو عمر، سني ابن سني، بناشد ثم بناشد. الملك سلمان حفظه الله وأولياء العهد والسيد الجبير والذين من أمثالهم، كل العرب وأهل السنة أن يستنفروا السنة اللي في العالم كله. نحن حربنا سنة وشيعة، حربنا سنة وشيعة نحن. فقط أريد أن أقول أن المنشورات دعتك لمغادرة بلدك، هل ستستجيب وتغادر؟ المنشورات عم تنزل من الطيارات ونغادر البلد، وين بدنا نروح؟ أين الهدنة الدولية؟ أين الهدنة الدولية؟ يا أمة الإسلام أين هي؟ ما عم بحشوا على سوارنا في الجبهات، عم بيجوا لهون بضرب الأولاد والنساء، هالكلاب هالصرامي، لعنة الله على والديهم. أولاد الصرماي. أشكرك جزيل الشكر العم أبو أحمد. إليك ميرا، هناك أيضا أود الإشارة إلى أن ملاحقة النظام حتى للنازحين، هناك استهداف أيضا لسيارة كانت محملة بالنازحين وأثاث المنازل، تم استهدافها اليوم في محيط قرية العيس. يمكن إعلان قرية العيس قرية منكوبة، وهناك مناشدة من الأهالي المتبقين هناك لمؤازرتهم والسعي لتخفيف مأساتهم. نعم كريمة سعيد مراسلة أورينت نيوز من حلب، أشكرك جزيل الشكر.